اول حاجه نبداو بها هي العصير. ندير نقطع الخس هذا دوائر بحال هكا وغنلوحو في الماء. السكر جوج معلقات صافي نديرها على النار طيب. المهم البنات هنا خديت الروز هذاك الصفر الكلاصي غسلته مزيان غير كاس خديت كاس. دابا غنضيف عليه جوج كيسان ديال الماء ونديرو الكيسان كاشة ديال الملح ونديرو الصباح الماء مزيان صافي. هنا خديت مقلة بالنسبة للجزر ها هو غنطبخ. دابا غنحيدو ونخليه على جنب يبرد. هاد المقلة هادي غندير بصلة وحدة ندير عليها زويتة شوية بزرة مليح. المهم انتما شفتو البصلة كي ولات صافي. هنا نضيف انتما هنا خيز زبو وحدة حكيتها قريعة كورجات حكيتها ريفة صباع صافي. غنضيف كلشي الدخل صافي. غنديو ندير كلشي هاد الخضرة تتبان العطرية. بالنسبة للعطرية مكنضيفهاش أنا دابا تهبط ليا شوية الخضرة عنديها. المهم كيما كتشوفو دابا كيما كيبدل الخضرة اللون ديالها صافي. في هاد الأثناء غنضيفو العطرية اللي خاصنا فوالاش. أول حاجة معلقة ديال الخرقوم معلقة ديال السكينجبير معلقة ديال التحميرة معلقة ديال الثوم معلقة ديال الثومة بودرة. نحرك هاد المكونات نضيف معلقة ديال الطوماط ديال مطيشة مصبرة الخضره هذه تبارك الله جات معلكه. دابا غنضيف عليها الرز الرز اللي سلقت هكا غنديو نجيب في المقله حتى كيتلبس ليا هاد لاصوص وكينشف صافي وكنحيدها. صافي غنخليه يتشحر ونرجع لكم. المهم هنا خديت دجاج مقطع غير السدر هذا غير السدر ونضيف عليه شويه ديال الزيت شويه الملح شويه البزار ومعلقه ديال النشا. معلقه ديال العمر عشان هنا عندي واحد الويبعه نتوما على حساب شنو عندكم صافي. غنبدا نجيب مزيان نلبس هذا كامل النشا لما كانش عندكم النشا ديروا الدقيق. الطريقه هذه دغيا كيوجد الا بغيتو ديروه في لاش بوكس ديال وليداتكم. حتى بالنسبه للرز اللي شاركت معكم دابا اليوم هو راه ساهل دغيا دغيا كيوجد هادشي. المهم هاد الثومة نديرو في مقلة ندير فيها شوية ديال الزيت ونزنها على النار كما شتو
نزل هاد الدجاج هذا بسيط بحال هكا. الدجاج غنحطو عليه نفس المقلة مع الزبدة صغيرة، أنت قص ديال الطماط، معلقة ديال اللبن، شوية ديال الصويا، صوص حارة عندكم، شوية درت منها أنا مقدرتش، شوية الخل، أنا داك الحموضة، الحموضة مع الحار وال الحوارة كتجي زوينة، صافي. غير دوب الزبدة وضيفو صافي هنا كيتحمر الدجاج مزيان في لاصوص، صافي غنطفيها مزيان. دس باش نكمل معكم العصير كما شفتوا، راه خيج الزرادة صافي. دابا ندير مندالين، الوقت ديال المندالين دابا، نستغلوه في هاد العواصير هادو. صافي كما شفت درت الليمون، دابا كنقطع تفاح، تفاحة ولا اللي كان عندكم، لكن عندكم حتى البنان نزيدوه. انا درت غير التفاح، نقطع اطراف جبت هذا الجزر اللي سلقت قبيله، اي طيبته غير شويه ماشي بزاف. هاد الليمونات والتفاحه وجوج خيزوات كيما لتر ديال الماء، لتر ديال الماء وكاس ديال السكر. دير كاس ونخل الروز، غنزيد عليه غير شويه ديال المعدنوس قطع، وها هما هادوك الدجاج وها العصير. غنزيد شويه المعدنوس هنا على هاد الروز، المهم انا قديته بهذه الطريقه هذه، درت فيه الزلافه وتكيته. المهم ننزل طريف هذا ديال الدجاج بحال هكا، نحلو شوية ديال الزنجلان الأبيض. كما شفتو هاد الطبق ديالنا تبارك الله ما شاء الله، راه زوين بزاف ولذيذ. واش فيه هانتوما كيفاش، بسم الله العصير شحال خات. إلا بغيتو تصفيو تقدرو تصفيو، المهم هاهو الغديوة ديالنا، ساهلة خفيفة ظريفة خفة نزربن، كلشي موجود ما شاء الله، شي حاجة قليلة كتخرج منها شي حاجة زوينة. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج مع الحباب باش تعاون فائده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم، خليت لكم راحه الله.